اهلا اعزائي المشاهدين، ارحب بكم اجمل ترحيب في هذه الحلقه. بنستمر طبعا دراستنا عن تعليم يسوع المسيح في عظته الشهيره على الجبل، وانا موجود على جبل الزيتون الذي يطل على مدينه اورشليم القدس. وهذا المكان مناسب جدا على فكره لانه بناسب موضوعنا، رح أتكلم عن ملكوت السماوات. سمعنا عدة مرات هذه الفكرة تكررت في عظة المسيح على الجبل، وطبعاً في الأناجيل المقدسة تكررت مراراً وتكراراً. فإذاً ما هو ملكوت السماوات؟ ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلا أعزائي مرة أخرى من جبل الزيتون، رح أتكلم عن ملكوت السماوات. ملكوت السماوات هو جوهر تعليم يسوع وقلب خدمته. دانيال النبي في القديم تنبأ عن مملكة لا تنقرض ولا تدمر بل أبدية، وعندما بشر الملاك القديسة المطوبة مريم العذراء اتكلم عن يسوع لملكه ليس نهاية. فإذا أحبائي، طبيعة إرسالية المسيح من البداية، من أول ما ابتدى في الخدمة، الرب يسوع قال توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. وعندما جاء الفريسيون ليسألوا يسوع المسيح، سألوه متى يأتي ملكوت الله؟ كان جواب المسيح لا يأتي ملكوت الله بمراقبة هنا أو هناك، يعني لأن ها ملكوت الله داخلكم، ملكوت الله في وسطكم. طبعا المسيح صدم سامعيه في هذا المبدأ الجديد. الملكوت لا يأتي بمراقبة، عم بتطلع عليه بشكل جسداني. ظنوا إنه الملكوت الجديد ملكوت المسيح، ملكوت جسدي، ملكوت ظاهري، وملكوت خارجي، أي ملكوت سياسي أيضا. لكن المسيح اتكلم عن ملكوت روحي، عن ملكوت داخلي، إنه بصراحة إنه هو موجود في وسط الناس، هو موضوع هذا الملكوت. وهذا الملكوت أحبائي بيبتدي بالاختبار المبارك عندما نتوج المسيح رباً ومخلصاً وملكاً على حياتنا. عندما يقول الكتاب المقدس، أو قال يسوع لنيقوديموس معلم اليهود هنا في مدينة أورشليم القدس، الحق الحق أقول لك إن لم تولد من فوق لا تقدر أن تدخل ملكوت الله. فدخول هذا الملكوت الشرط الأساسي إنه لازم تولد من فوق، تولد ثانية لازم تولد من الروح القدس. اليهود طبعا أساءوا فهم مفهوم الملكوت، أساءوا في مفهوم توقيت هذا الملكوت، وأساءوا فهم طبيعة هذا الملكوت والهدف من الملكوت. ظنوا إنه الملكوت إنه المسيح سيأتي ليطيح بالإمبراطورية الرومانية ويثبت مملكته من أورشليم ويحكم كل الأرض ويسود هذا الملكوت طبعاً البر والعدل والسلام، كما تنبأت الأنبياء عن الملكوت الآتي أو الملكوت المستقبلي. فإذاً أحبائي، هذا ما كانوا يتوقعوه اليهود من المسيح الآتي أو المسيح القادم. إذا بتتذكروا عند بحيرة طبرية لما يسوع أشبع الآلاف في إنجيل يوحنا الإصحاح السادس، مكتوب أرادوا أن يخطفوه ويتوجوه ملكا، لكن المسيح جاء مش لهذا السبب، جاء ليخلص الخطاة، لكنه سيرجع ثانية ليملك وليدين
الأحياء والأموات عند ظهوره كما يقول الكتاب المقدس. وبالحقيقة واحد من أهم الأسئلة قبل صعود يسوع المسيح من هذا الجبل، من جبل الزيتون إلى أورشليم، سألوه التلاميذ: يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل؟ أجاب يسوع وقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. حتى في التفكير التلاميذ ما زالوا بفكروا في حكم المسيح أنه سيبتدئ هذا الملكوت، طالما شافوا المسيح حي بعد قيامته من بين الأموات وقبل صعوده إلى السماء، فتوقعوا في فترة زمنية محددة. قال يسوع: مش لإلكم تعرفوا هذه الأمور، عندك شيء واحد، هذا الملكوت مش محدود جغرافياً ولا يقتصر على الشعب واحد، لكن تبتدي من أورشليم تصل إلى أقصى الأرض. فالمسيح بيتكلم عن ملكوت روحي، هذا الملكوت بيقول عنه ليس أكلاً وشرباً بل براً وفرحاً وسلاماً أيضاً. هذا الملكوت غير محدود، هذا الملكوت مش ملكوت جغرافي تقتصر على الأراضي المقدسة فقط، ولا بلغة معينة مثلا اللغة العبرية، ولا في ظرف معين. هذا الملكوت لا تحد حدود أو مسافات، بل يقتصر على كل الأزمنة وكل الأوقات. وهذا الملكوت لا يتحقق بالانتصارات العسكرية. قال يسوع لبيلاطس في هذا المكان: لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون، لكن مملكتي ليست من هذا العالم. وملكوت الله ليس بالكلام بل بالقوة. The kingdom of God, or as Matthew calls it in his gospel almost all the time, the kingdom of heaven, really is not talking about a kingdom that is far off, distant in heaven after death, but it is Jesus' way of talking about the rule of God in the hearts of people. What is it that God wants to do in all humanity? How does he want to reach in and be present in their daily lives, in their struggles, in their triumphs? And how is his love going to be expressed to mankind? So the kingdom of God is within you, Jesus will say. And then the kingdom of God is about us. It's happening right now. And if you're going to be in that kingdom, if you're going to be someone who is a subject of that king, how are you going to live? What are the qualities that are embraced? What are the rules to follow? أهلاً أعزائي المشاهدين، منواصل دراستنا في عظة المسيح على الجبل، الموضوع ملكوت السماوات، وأنا بتكلم من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس. هذا الملكوت، أو يوجد جانبان لهذا الملكوت، الحاضر وأيضاً في المستقبل. الرب يسوع قال: إن كنت أخرج الشياطين فقد أقبل عليهم ملكوت الله. والكتاب يتكلم: الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. هذا الملكوت أحبائي بكل بساطة بيبتدئ بعمل الرب يسوع المسيح في القلب والكيان، فنتغير ونتجدد فيصبح المسيح ملكا وربا على حياتنا. ثم هذا الملكوت مستقبلي، الرب يسوع مش بس جاء ليخلص، لكن الخلاص الكامل النهائي في مجيئه ثانية عندما يرجع، كما يقول الكتاب سيأتي بمجد عظيم.
أو كما قال سفر الرؤيا، ممالك العالم صارت للرب ولمسيحه. فإذا الرب يسوع رح يرجع ليملك ويدين طبعا، ورح يستمر هذا الملكوت مع المسيح إلى أبد الآبدين. ديناميكية هذا الملكوت إنه بكل صراحة تعليم الملكوت الجديد، الناس تغيرت والناس شفيت والناس اتباركت والناس اتحررت، أو كما قال يسوع: العمي يبصرون والعرج يمشون والصم يسمعون والبرص يطهرون والموتى يقومون والمساكين يبشرون، وكان يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. فدايما في ديناميكية لهذا الملكوت. شروط الدخول إلى هذا الملكوت هو الولادة الجديدة، الولادة من روح الرب، مثل ما سمعنا عن نيقوديموس قال له يسوع: الحق الحق أقول لك، إن لم تولد من فوق لا تقدر أن تدخل ملكوت السماوات. ثم أحباء الكتاب المقدس بعلمنا، قال يسوع: أطلبوا ملكوت الله وبره. فإحنا المفروض دايما نطلب هذا الملكوت في حياتنا. وهذا البر اتكلم عنه المسيح: إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السماوات. فهذا مهم جدا، عن طريق الطاعة وعن طريق المحبة طبعا، بيتكلم هون لرعايا الملكوت. وإحنا لازم نيجي للمسيح بإيمان الأطفال. قال يسوع: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تقدروا أن تدخلوا ملكوت السماوات. ونأتي أحبائي بقلب صادق ونية طاهرة، تحب الرب إلهك من كل نفسك من كل فكرك من كل قدرتك، ثم تحب قريبك كنفسك وتحب أيضا عدوك. هذا هو الملكوت الجديد. هذا الملكوت اللي بيبتدي مثل معلم يسوع بالأمثال، بيبتدي بذرة صغيرة وبتتحول إلى شجرة كبيرة بتمتد وكل طيور السماء تتآوى. فهذا الملكوت ابتدأ بتتويج المسيح وعم بينمو وعم بيتكاثر وعم بيصل إلى كل المسكونة، إلى كل العالم، كما قال يسوع: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في جميع أنحاء المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. ابتدأ من أيام المسيح، يستمر في هذه الأيام وإلى مجيء المسيح ثانية. هذه خدمة أولاد الرب ورعايا الملكوت. أهلاً أعزائي المشاهدين، في الختام أنا عاوز أكرر الدعوة اللي يسوع اتكلم فيها. قال: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. لقد جاء المسيح واتكلم عن التوبة والإيمان في شخصه. فعندما نؤمن بيسوع المسيح ونتوب عن خطايانا ونتوجه مخلصاً رباً وملكاً على الحياة والكيان، فنصبح من رعايا الملكوت وبنبتدي نمارس مبادئ الملكوت في حياتنا، اللي هي العزة على الجبل، تعليم المسيح على الجبل. عندها نصبح تلاميذ المسيح، كما قال لأحد التلاميذ: وأما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. لأنه ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. فإذا أحبائي، لما بندخل هذا الملكوت نصبح رعايا، أبناء وبنات للرب، تلاميذ. خلاص حسمنا الأمر، لا رجوع إلى الوراء، لا ننظر إلى الوراء، بل ننظر إلى الأمام لنربح العالم ويمتد ملكوت المسيح فينا ومن خلالنا في كل أنحاء العالم. الرب يباركك.